الأرض. قومي يا شعب، رحنا بدك يا دادي حبيبتي. يلا انتظار. ما في قدامنا غير الانتظار. لا منقدر نعمل شيء ولا حتى نراهن على شيء. يمكن هلا ونحن قاعدين تندهنا، ويمكن تضل شهور او حتى سنين نايمه. ما في شيء غير الانتظار. الطب باعلى مستوياته، ما قادر يقول غير هيك. هاي صاروا 3 شهور ونص وما بنعرف لسه كمان قديش. يمكن كمان شهور، يمكن كمان سنين نضل نايمة. ما في قدام منا غير انه نصبر وننتظر. ويمكن هلا تصير معجزة نسمع عم تندهلنا. كل شي تغير، كل شي تغير بالحياة. عضل شي على حاله برك، حتى هذا البيت بطل لنا. سهيل، هذا البيت إلكم ورح يضل إلكم. لا تحكي هيك، عن جد بزعل منك. أنا بصراحة يا جماعة بدي اعتذر منكم كلكم على قسوة هذا الكلام يلي رح أقوله. أنا من ساعة صرت أكتر حدا يائس بالعالم. خلص بنتي ما عاد فتح عيوني. كنت تقولوا عني مجنونة، كنت تقولوا هسترة، كل يوم. صار لي 3 شهور قوية، أو يمكن عم بعمل حالي قوية، لحد ما إجا موعد السفر وجاني أمل إنه ممكن وقت البنت تجي على الشام. أنا خلص أحد يتقبل مني. شام راحت،